has the pizza company. عايز اختار البيتزا بتاعتي اللي انا هاكلها. غالبا هجيبها للسي فود، يعني حاجة جديدة، ف كنت اشارككم الفرحة واوريكم ده المنيو. ده شريم كوكتيل، ده تروبيكال سي فود، سي فود كوكتيل. غالبا مش هبقى بختار، يعني اللي هختار دي اللي هختار دي. دي فيها اللي هو المسلز بتاع السي فود، يعني اكشنها تكون مزفرة شوية. دي بالمشروم التوماتي، دي بال بتاع عندك كابوريلاوا والشريمي. دي حاجة اسمها توم يام كونغ، ده بالجمبري والمشروم. لسه لما يجي هشوف هسأله يعني على الأسعار. أنا عارف أنا جوعتكم، بس هعمل إيه؟ أنا جعان أنا برضه. أشوفكم لما البيتزا تجي. البيتزا جت يا جماعة، بالكريب و تشيز، حركات شعرت ان انا تعبان جدا، انا جعان وعايز اكل. ف لكم تعالوا كلوا بقى. كل حاجه يا جماعه، البيتزا جميله حلوه. فقت كده بعد ما اكلت نصها. جميله جدا، فيها الساسج زي الهوت دوج كده، فيها سي فود وفيها جبنه. جميلة جميلة جميلة، حلوة حلوة. فا عوش يعني، كنت تفضلوا معايا.